وريني كده. ده في ملح وفي سكينة في دي بتاعت حل. ملح دي؟ لا دي اللي بتتلبس، اللي هو خلاص. اللي بيطبخ بيلبسها، اللي هو اللي تشيف بيلبس. ده معلقة ودي معلقة ودي حلة ودي ايه؟ استني كده بقى، ودي حلة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، ويا رب دايما رمضان مجمعنا بيكم، انتوا عيلتنا الكبيرة، انتوا احلى حاجة في الدنيا بالنسبة لنا. النهاردة اخر يوم في شهر شعبان، وبكرة رمضان، يعني بكرة صيام، وقررنا ان احنا نخرج في اخر يوم قبل الصيام علشان نشتري حاجات ونودع ايام الفطار. بقولك ايه؟ ايوه عايز اكل النهارده. خلاص رمضان، خلاص اخر يوم، يلا بسرعه. علشان بكره رمضان بيبقى نفسنا ان احنا ناكل كل حاجه مش هنقدر ناكلها في شهر رمضان. النهارده قررنا ان احنا نخرج الظهر ونتغدى بره، علشان مش هنقدر نعمل كده في شهر رمضان لان احنا هنبقى صايمين. وفعلا خرجنا ورحنا المول، وقررنا ان احنا ناكل في مطعم تركي حسب رغبه شيماء، لانها بتحب المطعم التركي ده قوي. اجمل ما في الموضوع ان المكان كان فاضي ومريح جدا، لان تقريبا الناس كانت بتجهز لرمضان وما كانتش فاضية انها تخرج. بحب المطعم ده جدا عشان ده مطعم تركي واكله حلو قوي. واخر يوم بقى قبل رمضان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. بس فخليكم معانا بقى لحد ما يخلصوا. عندهم شايفين بص تعالوا كده، شايفين الفريك ده، انا بحبه جدا جدا جدا. حاجة كده بتفكرني بتركيا دايما، حاجة تحفة. عندهم بريك بالجبنة وعندهم بريك باللحمة، بس انا اكتر حاجة بحبها اللي هو بريك بالجبنة. اوكي خليكم معانا بقى. رنسي كالعادة واقفة معاك. انت عارفة بكرة في ايه؟ ايه؟ رمضان. رمضان؟ ولا احنا بالليل جهلنا حاجات رمضان. انت تعرفي ان النهارده اخر يوم هنتغدى فيه عشان بكره في صيام؟ هنقعد شهر بحاله صايمين. انا من حد دلوقتي صايمه. انت هو لسه رمضان بدا صايمه ايه؟ انت صايمه لوحدك ما بتاكليش اصلا. والله انا لسه فتره وانتم مش موجودين فتفرشوا. لسه فتره ساندوتش بالنوتيلا. ايه ده؟ نوتيلا؟ انت المفروض تصومي من بكره بقى. عارفه انا صايمه. ها تصومي؟ طب احنا هنتغدى ايه النهارده؟ مش عارفه والله. تاكلي كفته؟ مثلا يعني هناكل كفته. في زحمه. تاكلي ايه تاني؟ احنا هتعرف هناكل اكل من عند مطعم ايه؟ ايه؟ مطعم تركي. أنا بحب أكل تركي جدا. بتحبي أكل تركي؟ فاكر الحاجة حلوة اللي احنا كنا بناكلها في تركيا؟ أنا فاكر لما كنا في تركيا كنت أنت بتحبي إيه بقى؟ البقلاوة بتاعتهم صح؟ كنت باكل كنافة بالقشطة. أيوة كالعادة واقفة مع عروستي. إيه دي؟ كالعادة واقفة مع عروستي. بتعملوا ايه؟ يلا بينا بقى، انا طلبت الاكل، تعالوا نروح نكمل بقيه مشتريات رمضان عشان نروح وناخد اكل ونروح. كالعاده انا ماسكه عروستي كانها اختي يعني. اسمها ميجان. ميجان؟ كالعاده واقفه معاها. ممكن تشيلي ميجان ونروح نجيب الحاجه عشان هلاقي حاجه تاكل بسرعه بسرعه. يلا بينا؟ يلا بينا. ودلوقتي علشان الوقت اتاخر وخلاص المحلات قربت تقفل، بدور على مكان اجيب منه عيش، ما لقيتش جنبي غير المخبز ده. بس المخبز ده ما بيعملش غير عيش باللوز. تفتكروا العيش باللوز ده يعني هيشبعنا في الصيام؟ طبعا انا هجيبه النهارده، وطبعا هلاقي هجوم جامد جدا في البيت. بس لما ندوقه ونتسحر بيه النهارده هقول لكم بكره بقى على الفطار. طبعا انا هصور لكم بالليل، هصور لكم بالليل السحور بتاعنا عشان ده سحور اول يوم رمضان. وليه بقى؟ ده هيكون اثبات عشان عندنا بابا كل رمضان يجي يقول انت ما سحرتنيش، انت نمتي وما سحرتنيش. فطبعا السنه دي بقى هيبقى متوثق في اليوتيوب. فبصوا انا هدخل دلوقتي اجيب العيش
وهقول لكم في الفطار بكره هل فعلا العيش ده كويس يعني يمشي حاله ولا هيعملوا فيا ايه ولا هيقتلوني بكره على الفطار. خليكم معايا، تعالوا بقى معايا عشان اوريكم تعملي ايه. انت بتحبي العيش اللي باللوز ده؟ لا لا، مفيش احلى من العيش العادي. ما اعرفش ايه ليه مامتك بتحب العيش اللي باللوز، شكلها هتجوعنا في رمضان. والله انا بحس ان هي هتشتري، انا حاسه هتجوعنا في رمضان. يعني عارفه فانسي انت جبت ايه؟ بص جبت ايه، طبعا ده جبت ثلاثة، جبت ثلاثة منهم ليا والبابا والماما. دي دي بسكوتة. بسكوتة؟ جبت ثلاثة منهم لبابا والماما وليا، وفي عيش باللوز. ورينا كده العيش باللوز. اهو ماما جابت، ماما جابت ده اللي هنتصحى بيه. ده ده ولا ماما جابت ثلاثة، ماما جابت ثلاثة. لا معلش، ما هو جايبه لكم تاني اهو. يعني دول كلهم على بعضهم كده برضه ممكن. جبت دي عشان حسن بيحبها جدا، دي كيك، كيك باللوز. كيك باللوز حسن بيحبها قوي. والبابا والماما. وجبنا دي كمان، دي كوكيز عشان بابا بيحبها. انا بحب دي. أيوة. انا بحب دي. انا جبت ثلاثة ليا والبابا والماما. بسكوت يا صاحبي. ودي الكيك اللي حسن بيحبها جدا. عشان لو ضاعت. طب يلا بقى عشان زمان الغدا خلص. سلام بقى لو في كوباية قهوة دلوقتي عشان بكرة مفيش قهوة. يلا عشان الغدا خلص. ممكن نروح نجيب كوباية قهوة؟ ايه رأيكم نروح نجيب كوباية قهوة؟ لا. دخلنا محل المكسرات علشان نشتري مكسرات ويميش لشهر رمضان. كل حاجة كانت موجودة، كل أنواع المكسرات كانت موجودة إلا حاجة واحدة بس اللي أنا جاي علشانها واللي أنا بحبها شخصيا، اللي هي قمر الدين. للأسف ما كانش فيه. انتي اللي بتحب الشوكولاتة دي صح؟ لا دي مسدسات. هجيب بنات. لا لا انت جبت بنات المرة اللي فاتت. جيبي دي، جيبي دي. او جيبي دي. ماشي. دي بتاعت المطبخ؟ دي شيف. بصي بصي البلح ده. طمر ده بصمبوز. لا. شكله جامد. يبقى. مش فطار. نجيب واحد عشان عايزة عين جمل مجروش صح؟ ماشي. هو في قمر الدين ولا مفيش؟ لا بتهزر كده خلص؟ مفيش في الفرع الكبير؟ طبعا يا جماعه انا اشتريت دي امبارح، لكن مش دي فيها ده وده 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 وده. هقول لك لو تعرفوها قولوا ده. ايه اللي تعرفوها؟ دي بتاعت ميك اب. ايوه دي بتاعت ميك اب، بس بتاعت بنات، بنات بس اللي يتفرجوا عليها، اولاد لا. اولاد هم يلبسوا على اولادهم. ودي فيها حاجات كبار، وانا اشتريت من دي. انا اشتريت دي بنعمل بيها ايه؟ دي بنصلح بيها، دي بنصنع بيها كهرباء، نقعد نخبط بيها كده، وده منشور ننشر بيه كده. طبعا ده بتاع اولاد، وده عادي نستخدمه عادي. دي ادوات مطبخ دي. ايوه دي حاجات مطبخ بس اشتريتها وخلاص. بنتي عايزه دي؟ انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده دلوقتي، واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل الفيديوهات اللي جايه في شهر رمضان. ايه دي؟ الشوكولاته. ايه ده؟ دي شوكولاته الاشكال؟ مش دي اللي احنا جبناها قبل كده؟ طب الشكل ده غريب، ده شكل ايه ده؟ وريني كده. ده في ملح وفي سكينه في دي بتاعت ملح دي؟
لا دي اللي بتتلبس اللي هو اللي بيطبخ بيلبسها اللي هو اللي تشيف. بيلبس ده معلقه ودي معلقه ودي حله ودي ايه استني كده بقى ودي حله. وريني وريني وريني. دي حله دي حله. طب انت هتديني ايه ادوقها المره دي؟ هديك الملح. هاتي لي اي حاجه المهم ادوقها. وريني كده وريني الملح ما بعرفش. وريني كده انا احب اكل حته الفلفل البيضاء ده. هناكل السكين. الله تجنن تجنن. قول لي مني دي كده دويني بقى حتة من اللي معاكي. ايوة حتة من ابو سكينة دي. بتاعتك احلى من بتاعتي.